رشيد، شو هلأ فقت؟ طيب ليش مجهز حالك؟ صباح الخير. ولشو هاد بقى؟ هدية. يا ربي، الساعة 6:15 البياع تبع الحليب رح يجي. بياع الحليب إجا وأخذت الحليب، وهلأ صارت الساعة 8:10 الصباح. يا ربي شكلي تأخرت كتير. أنا تأخرت على كل شيء، الأولاد لازم يجهزوا، أنا لازم أجهز العصير كمان لبهيج، ولازم ميرا العصير هلأ أخده بهيج، وبابا شرب القهوة والأولاد جهزوا راحوا. شو؟ كيف صار هيك؟ طيب ليش المنبه تبعي مارن؟ أنا طفيت المنبه مشان تكملي نومتك. شو؟ أنت فيك شي رشي؟ أبدا. وليش عملت هيك؟ هيك. يلا جهزي حالك بسرعة وتعالي لنفطر. أنا عم بستناك. يلا. شو صاير؟ يا ريت كل شي يكون منيح. أنت من زمان فايق؟ بلاشة. طيب أنت ليش فقتي هلأ؟ نامي وارتاحي لك شوي. يا ريت كل شي يكون منيح. ايه مزبوط، يعني في اي شي غلط؟ لا، كل شي تمام. ايه انا قلت مثل ما قلت، يا ريت كل شي يكون منيح، هذا اللي قلته بلاشة. هو لا، الحقيقة ما بعرف ليش فقت، والمنبه ليش مارن. ما في اي مشكلة، انت ارتاحي. ليش انت متوترة هيك؟ فهميني. لا بس تأخرت، لازم جهز البنات. يا بلاشة. شو؟ البنات جهزوا وراحوا ليفطروا من زمان. عن جد؟ أو مين جهزون؟ أنا. أنت؟ أنت شو بدك؟ ليش أنت فقتي بكير هلأ؟ لازم ترتاحي شوي. ما؟ شو يلي صاير لك بلاشة؟ ليش عم تتعبي حالك؟ دقيقة واحدة هلأ. بما أنك فقتي خدي احكي مع أمك. أنت مو بتحبي بس تفيقي تتصلي وتحكي مع أمك؟ إيه بس بعرف أنه أنت ما بتحب هالشي بهيج. ولا يهمك، انت دقي واحكي مع امك، لا تقلقي. ايه لكن احكي. ليك اعملي شو ما بدك، ماشي؟ اذا بدك تحكي مع امك احكي، اما اذا بدك تنامي نامي شوي وارتاحي، ما في اي مشكله. انت امتى ما بدك جهزي حالك وانزلي مشان تفطري. خدي واحكي منه. انا راجع. Mm-hmm.